الانديه قبل ما نستعرض اللي اتكتب برضه على المواقع في الفتره دي خلال اليومين اللي فاتوا. نعم. مثلا رابطه الدوري الايطالي قالت لك لو الموسم تم الغائه هخصم تلت العقد من كل لاعب، طب ولو الموسم استكمل ورجع وكملنا هخصم السدس. عارف انت محطوطه نسب، محطوطه طب ارقام. طب هو بتتحسب ازاي؟ بتتحسب انت النهارده بتجيب الميزانيه بتاعتك، انت بتروح للمحاسب بتاعك او يعني الايه الاداره الماليه عندك وتقول لهم لو سمحتم قولوا لي الميزانيه بتاعتي السنه دي ما تطلعش متدمره، ممكن تطلع خسرانه. دي اول حاجه هي متعلقه باللي انت كنت بتتكلم فيه، ليفربول واليونايتد ان هم تراجعوا عن قرار قرار مساعده الحكومه، مساعده 80% بالظبط. خلي بالك الخبر طبعا عامل مشكله جدا جدا الموظفين وعمال، ان بصراحه لازم كمان اللعيبه ياخدوا بالهم من الحته دي. يورجن كلوب في بيان ليه او في تصريح ليه كان مستاء جدا من القرار، وقال لك احنا اصلا بنخصم وبنوافق على المساعده، وفي الاخر ليه ان يعني النادي يدي نسبه من دفع المرتبات على الحكومه البريطانيه؟ صح، يعني كان ليه بيان في الامر ده واتكلم عليه. لا والفكره كمان ان انت ازاي، طبعا ده بالنسبه لي الانديه الالمانيه، يعني المانيا بقى احنا شفنا هم حسبوا الحسبه اللي احنا بنتكلم فيها دي. فقال لك طيب لا احنا مش عايزين نقدر يعني بنحاول قد ما نقدر ان احنا نرجع النشاط. فشوف طبعا اكيد اللي شافوا تمرين بايرن على اليوتيوب محافظ على في ابتعاد كده بعد اجتماعي زي ما بيقولوا بالظبط كده، وقسم اللعيبه المجموعات، كل مجموعه 4 4 4 واخر مجموعه 5، وبدا يعمل التدريبات البسيطه النهارده، مرر كوره بس ما يحصلش اي التحامات، تلامس او التحامات او اقتراب من بعضه بالظبط كده، عشان ما بقاش فيه نقل للفيروس. وان كان يعني بعض الاخبار اللي جت من امريكا بتاكد ان الفيروس ايربون، يعني ايه ان هو بينتقل على في الجو طبعا بالزبط. ده امر خطر طبعا. طيب. ده طبعا اكيد الفيديو اللي معانا ده فيديو من روسيا بيعملوا توعيه يستغلوا احد بعض الصور تمام. فكره حلوه قوي بصراحه، جميله جدا انت النهارده تستخدم الاستاد وانك تدي التعليمات ل الشعب عن طريق الاستاد نفسه، يعني الاستاد بيتكتب عليه الرياضيه بالظبط. اقعد في البيت، ما تحاولش تقرب، من مفيش في تجمعات، حافظ طبعا على المسافه الاجتماعيه مع اصدقائك او ارتباط الناس بالمنشات دي طبعا. بيدي مساحه انك لما تشوف او تقرا حاجه زي كده تلتزم بيها وتتاثر بيها طبعا طبعا. بص محمد، الامانه الكوره عنصر اساسي في مجتمع، الناس كلها بتحب الكوره، الكوره هي المنفذ وهي المتنفس ليك في حياتك. مظبوط. يعني النهارده الناس كلها يعني نفتكر حتى احنا من ايام 2011 والمشاكل اللي حصلت وما الى اخره، كنا دايما يعني متشوقين الكوره ترجع، دايما الكوره هي اللي بتخليك تتنفس وهي اللي بتخليك مقبل على الحياه اكبر، مقبل على الحياه بشكل اكبر بصراحه يعني. فالنهارده احنا في ظرف ما نعرفش الله اعلم ايه اخره، ما فيش حد النهارده في العالم يعني اعظم دكتور اعظم عالم طب في الحياه دلوقتي، رحت سالته الوضع اللي احنا فيه ده هيخلص امتى؟ هقول لك ما اعرفش، محدش عارف، انا ما اعرفش، محدش عارف، احنا بنحاول.